مثالية. حلوة الأجواء. طبعاً المعسكرات الأوروبية يعني فترة الصيف تكون أكيد قبل الموسم، الأجواء عندنا حارة. يمكن أهم شيء بالنسبة للاعبين وللستاف إن الأجواء تكون حلوة، ما يكون حر يعني. نفس ما أنت شايف يعني هنا إحنا في مكان جداً جميل يعني، وأجواء حلوة، فأعتقد بيئة مناسبة لنا إن إحنا نستعد حق الموسم الجاي.